جدري وكلماته حول الآخرين اللي بيها كلام كثير غير مناسب. أنا عندما تحدثت عن الحيدري بهذا التفسير للسلوك، ما تحدثت عنه من فراغ. لماذا؟ هنا كما يقولون مربط الفرس. أنا جميل البزوني قرأت في علم النفس الإسلامي وغير الإسلامي وفرويد وغير فرويد من الكتاب التي ترجمت مؤلفاتهم، لا أقول لك 10 و20، أقول لك العشرات، وأصبح لدي لا أقول تخصص، لا أقول تخصص، لا أستطيع أقول ذلك، أصبح لدي نظرة خاصة في الأشخاص، وقرأت زيادة على ذلك كتب التربية بشكل واسع وكبير، وتفسير السلوكيات البشرية على أساس النوازع والميول والغرائز وما شاكل ذلك من الأمور والميول، في كتب بعض العلماء مثل الشيخ محمد تقي فلسفي فيه 4 أو 5 من كتبه، في كتب الدكتور محمود البستاني في كتابه دراسات في علم النفس الإسلامي، في كتب الدكتور أحمد حسن الرحيم الأستاذ الذي كان في النجف، في كتب تحليل السلوك لسيغموند فرويد، في كتب تفسير السلوك لفرانك كابيريو، وفي كتب الدكتور علي كمال المتخصص في علم النفس والحياة الخاصة، وغير ذلك كتب أحمد عزت راجح، كتب الدكتور سليم صليبة، كتب الدكتور ذاك نسيت المصري، نسيت اسم المصري، كتبه كثير، القوصي، عبد العزيز القوصي، وعشرات الكتب. بعد ذلك في كتب التربية قرأت كتب الدكتور علي القائمي كلها من البداية إلى النهاية، كل كتبه أكثر من 20 كتابا. طيب هسه واحد من الناس يقول أنه يعني شنو الداعي لهذه القراءات؟ بشي، أولا أنا أقرأ لأنني أريد أن أفهم، وثانيا القضية ليست فقط مرتبطة بالفهم، لا، وإنما أنا رجل مسؤول وعندي عائلة وعندي أبناء، ومن المهم جدا أن يكون عندي رؤية واضحة حول تصرفات الناس، تصرفات الأطفال وما شاكل ذلك، وكتبت العشرات من المقالات حول قضية تفسير سلوك الأطفال والانحرافات الموجودة التربوية الموجودة، ونشرت لي مقالات متعددة في أكثر من 14 موقعا إلكترونيا وأكثر من 6 مجلات، ولا زالت حتى هذه اللحظة بعض المقالات تنشر في إحدى المجلات التابعة للعتبة العلوية، وبقيت لمدة سنتين أحاضر في مشاكل تربية الأطفال لمدة سنتين، وتلك المحاضرات كتبتها ونشرتها. فيا عزيزي اللي ما أعرف اسمك اللي حاط جل على راسك، أنا حقيقة ما أعرف اسمك وما أحب أن أسيلك لأنه أنت حقيقة كنت يعني مهني، ما أقول مؤدب أقول مهني أفضل، لأن أنت مهني جنت. هذا المقدار من المعلومات خصوصا إذا قرأت كتاب تفسير السلوك لفرانك كابيريو ستعلم بأنه الإنسان أحيانا يحتاج إلى وضوح في الرؤية حتى في سلوكيات البشر إلى آخرين. وأنا يعني لا أذيع سرا إذا قلت لك بأنه الكثير من الأشياء التي أتعامل مع الآخرين فيها تكون على أساس هذه الرؤية الواضحة
لهذه القراءات لهؤلاء اللي هم عشرات المتخصصين في علم النفس. واضح كلامي؟ هذه خليها في بالك حتى تعرف لما قلت أنه الحيدري مريض نفسيا، لأنه خلنا أقول لك شنو السبب. ما هو السبب؟ متى يوصف الإنسان بأنه مريض نفسيا؟ متى؟ عندما يخرج الإنسان من حالة الاستواء النفسي إلى حالة عدم الاستواء النفسي. ما هي حالة الاستواء النفسي؟ حالة الاستواء النفسي عندما يكون الإنسان في مشاعره وفي كلامه وفي إنتاجه وفي تصرفاته وفي أفعاله لا يتعامل بطريقة يخرج فيها عن النظم والقيم الأخلاقية التي ينتمي إليها من دون مبرر. ماذا يقال عن الإنسان الذي لا يستطيع إلا الخروج؟ يقولون مريض نفسيا. والمرض النفسي يا عزيزي، المرض النفسي نوعان، لا أقول مرض، يعني المرض العقلي نوعان، نفسي وذهني. المرض النفسي هي الحالة الاضطراب التي تعرض للإنسان عند تصرفه مع الآخرين، فيقال فلان ليس مستويا نفسيا، يرد على بعض التصرفات بطريقة غير طبيعية، فيقال هذا عنده خروج عن التوازن النفسي. طيب المرض العقلي يعبر عنه بالذهان، الذهان يعني القضية المرتبطة بالعقل. هناك يقال على الإنسان الذي يعاني من حالة الذهان أنه يعاني من مشكلة عقلية. أنا ما قلت السيد الحيدري يعاني من مشكلة عقلية، قلت يعاني من مشكلة نفسية. والمشكلة النفسية هي حالة العداء غير المبرر الذي يشعر به الحيدري اتجاه الآخرين. خلينا نطبقها، لعل البعض من الناس سألني سابقا وأنا أجبت، ولكن في طيات حديث وليس في حديث كما يقال مفتوح. الحيدري عنده محاضرات للرد على الملحدين، محاضرات للرد على الملحدين. خلال هذه المحاضرات تجد الحيدري كلما وصل إلى محاولة تبرير انتشار الإلحاد لا يتهم الملحدين أبدا. من يتهم؟ يتهم المؤسسة الدينية، يتهم المؤسسة الدينية بأنها مؤسسة مقصرة، ولذلك الشباب ينحرفون ويذهبون. أنا في الحقيقة سمعت من بعض الأخوة الذين تابعوا الحلقات وسألتهم ماذا شعرتم عندما رأيتم الحيدري يتحدث مع الملحدين؟ قال لي أحد الطلبة الذين كانوا في النجف وترك الدراسة، قال هذا كلما وجد نفسه عنده فسحة ولو صغيرة خرج من المحاضرة إلى اتهام المؤسسة الدينية وما شابه ذلك. طيب أنا في الحقيقة كنت أريد أن أفهم، لأنني تعلمت على أن الإنسان إذا أراد أن يفسر سلوكا لابد أن يقع على الأسباب الحقيقية، لنعبر عنها الأسباب الكامنة في العقل الباطن، هذه يسمونها الأسباب الحقيقية.